السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نستبشر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أخباركم إيه كلكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة، اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله عايز أعمل فيديو عن القيادة في أمريكا، يعني مش يعني إزاي أنا بسوق يعني، وازاي ان شاء الله اي حد جديد هنا يتعلم السواقه. سبيد ليميت 25، يعني الحد الاقصى 25، 25. طبعا هنا شغالين بالمايل مش بالكيلومتر. طبعا مدرسه، منطقه مدرسه زي ما انتم شايفين كده، لازم تمشي بالراحه خالص. كمان العلامة اللي جاية ستاب، الستاب ساين، العلامة بتاعت الستاب دي أول ما تشوفها لازم تقف كومبليتلي، يعني تقف خالص وطبعا تنتظر دورك. ندخل شمال، طبعا الإشارات هنا يا جماعة تدي شمال، إشارة شمال وتدخل شمال، تدي إشارة يمين وتدخل يمين. لازم تستخدم الإشارات بتاعت السيارة، هم معمولين لهدف، يعني مش منظر يعني. أوكي، دي العلامة اللي جاية ديت، يعني في تدخل يمين وشمال. طبعا شفتوا الإشارة بتاعت الستوب ساين، أول ما تشوفها طبعا لازم تقف. العلامة الصفراء ديت تشيرش، يعني كنيسة، زي ما انتو شايفين كده. لازم تمشي في اللين بتاعتك، الحارة بتاعتك. سبيد ليميت 35، الريل رود يعني مزلقان. طبعا مزلقان القطر، طبعا لما بيبقى يعني بيديك فترة قبليه يقعد ينور عشان انت تعرف ان في قطر جاي. العلامة بتاعت الستوب التارك، العلامة اللي هي الحمراء اللي انتوا شايفينها ديت، معناها ان الاتوبيس الحكومي بيقف هنا، يعني دي. وزي ما انتم شايفين كده عاملين مكان للناس عشان تقعد فيه لو الدنيا برد او الدنيا بتمطر جوه، زي ما انتم شايفين كده، يعني الدنيا برد شويه فالست واقفه جوه. العلامه اللي جايه الصفرة ديت علامه معناها في مدرسه او في ناس بتعدي الطريق. طبعا يا جماعه كل الشوارع هنا، لو في شارع كده بيبقى محطوط عليه علامة باسم الشارع كده، لو في شارع كده بيتحط عليه علامة باسم الشارع كده، تمام؟ يعني هنا في أي مكان أنت بتقدر تعرف أنت في أي شارع. وعايز أوريكم وأنا مروح دلوقتي، يا رب يكون في باص، سكول باص، اي اتوبيس مدرسه ساعات ما بيقف هنا وبينزل اطفال او بيركبهم الدنيا كلها بتقف. طبعا خلينا محترمين والناس تعدي. ثانك يو. هي منتظره ابنها ولا بنتها على من المدرسه يعني. طبعا اسلم حاجه هنا تعملها عشان تتعلق يعني تسوق ان شاء الله وما يحصلش اي مشاكل،
ان انت تخليك في الحارة بتاعتك، تمشي في الحارة بتاعتك، عايز تروح يمين اشارة يمين، عايز تروح شمال اشارة شمال، تمشي طبعا على حسب السرعة اللي مديها لك، عشان هنا هتلاقي لا قدر الله طبعا بوليس اوفيسر طلع لك ما انتش عارف منين يعني. وطبعا هنا مفيش ضابط مرور وضابط مش عارف ايه وضابط ايه، لا في هنا ضابط واحد، مفيش عساكر خالص، الضابط بيقوم بكل المهام يعني، تشتغل ضابط تعمل كل حاجة، الا طبعا اذا بقى كنت يعني اف بي اي وحاجات زي كده، ده وضع تاني خالص. بس الضابط هنا اللي هي عربية الشرطة بيقوم بكل المهام زي ما انتم شايفين كده، تفضل ماشي في اللين بتاعتك، مفيش حد بيروح شمال ويمين ونظام عشوائي وكده، لا مفيش. طبعا ده دخل بدون ما يدي إشارة، شكرا، thank you so much. تفضل ماشي. طبعا انا منتظر ان انا اشوف مثلا اتوبيس مدرسة، بس للأسف مش موجود النهاردة مش عارف ليه. بس يعني الموضوع بتاع اتوبيس المدرسة ده مهم جدا، لان بقول لكم يعني لا قدر الله لو اتوبيس المدرسة وقف وبيفتح الستوب ساين دي اللي بتبقى موجودة، اللي انا وريتها لكم من شوية، بتبقى موجودة على الاتوبيس المدرسة برضه من الجنب، واول ما اتوبيس المدرسة بيقف الاوتوماتيك هي بتتفتح، فمعناها ان الدنيا كلها تقف. ليه بقى؟ الاطفال بيعدوا الطريق او كده لا قدر الله، يعني بيخافوا من اي حوادث تحصل. بالنسبة بقى طبعا للاشارة اللي انتوا شايفينها كده، في اشارة مكتوب عليها no red no turn on red هنا، يعني معناها مفيش ان انت ما تدخلش يمين حتى لو الاشارة حمراء. في بعض الاماكن الساين دي مش موجودة، ما فيهاش مشاكل، دي سبيد ليميت 25 ودي بتقيد بس وقت زي ما انتم شايفين المدرسة اللي على الشمال دي، فوقت طبعا في طلبة داخلين وباص وحاجات زي كده بيشغلوها، غير كده بتطفى. السبيد ليميت 35 اند سكول زون، يعني المنطقه بتاع، ما فيش طبعا العلامه دي برضو معناها ان ما فيش عربيات كبيره او عربيات نقل تعدي من هنا، اند سكول زون يعني اطفال بتعدي الطريق، سبيد ليميت وسكول 25. زي ما انتم شايفين end school zone معناها كده خلاص المنطقة بتاعت المدرسة خلصت، ممكن تسرع شوية مفيش مشاكل. طبعا زي ما بقول لك او بقول لكم، هنا تمشي في اللين بتاعتك في الحارة بتاعتك تبقى تمام ان شاء الله. طول ما انت ماشي، نصيحة طبعا، على اي حته يمين بيبقى فيه اللي هي البلعات اللي انتوا لو شفتوها في الفيديو بتاع عواميد الكهرباء، في بلعات على طول الطريق في اليمين، فطال يعني عشان تاخد بالك يعني او تاخدي بالك وانت ماشيه مثلا، او انت ماشي وانت سايق، ممكن مثلا لو انت قريب قوي من الرصيف كل شويه تقع، مش تقع يعني تعمل تنزل في مطب جامد، مش مطب، هو دي بلعات صرف الامطار في كل حته تقريبا على الناحيه اليمين او الحاره الشمال دي، معناها في مكتبه قريبه هنا.
إشارة حمراء في ناس زي ما انت شفته كده برضو بتكسر الإشارة، أو مش بتكسر الإشارة، هو أصلا لما بي أما بتط... الإشارة الحمراء بتقيد بيدي ثانية أو ثانيتين للناس التانية وإيد أخضر، فالناس بقى يعني في الآخر خالص يعني بيسرعوا ويعدوا. لو ما فيش ضابط اتس اوكي okay. مش اتس اوكي okay يعني، بس يعني ده اللي بيحصل. لكن لو في ضابط هيمشي وراك ويوقفك ويعمل لك تيكت، طب وليه؟ امشي مظبوط من الاول، يحتار عدوك فيك يعني. طبعا معاك قهوتك، انا معايا قهوتي. انا بحب القهوة جدا، وبحبها طبعا اكتر من الشاي دلوقتي، لان انا طبعا كراجل مصري يعني كنت بشرب شاي كتير جدا. وطبعا الشاي يعني حلو ووحش في نفس الوقت، عشان بيحرق الايرون الحديد في الجسم. فكنت بشرب تقريبا 7 8 كوبايات في اليوم، كل كوباية فيها 3 معالق سكر، فكنت بموت نفسي بالبطيء. ولكن العادات والتقاليد يعني انتوا عارفين طبعا موضوع الشاي عند المصريين، فمنعت الشاي خالص، ودلوقتي بشرب قهوة لأن القهوة مفيدة للقلب. بس يعني حاولوا مثلا تشرب 1 أو 2 كوباية في اليوم ماكس عشان تكون في السليم. وطبعا ما بحطش عليه أي معالق سكر، وشايف إن في فرق كبير جدا يعني بصراحة. زي ما انتم شايفين كده الطريق اللي احنا طالعين عليه ده الهاي واي، ممنوع أي حد راكب عجلة، أي حد ماشي على رجله، ممنوع الكلام ده خالص. ميرج ليفت يعني لازم انا الحاره اللي انا جاي عليها دي هتتقفل قدام، او مش يعني مش هيكون فيها مكان. فزي ما انتم شايفين كده بدي اشاره شمال واروح على ناحيه الشمال، وطول ما انا شفت مثلا اكزيت اونلي، اولا السبيد ليميت هنا 55، طول ما انا ماشي هنا معناه ان انا داخل يمين معاهم، فلازم ادي اشاره وادخل شمال. اوكي طبعا لو انا داخل اكزيت 12 هدخل يمين، طوالي طوالي امشي، طوالي امشي يا جماعه في اللين بتاعتي. طول ما انت ماشي في الحاره بتاعتك تمام التمام، ان شاء الله ربنا يوصلك بالسلام. وطبعا ما تنساش دعاء الركوب، هو في دعاءين للركوب، الدعاء بتاع السياره ركوب السياره، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أوكي عايز تمشي بالراحة شوية امشي في النص، عايز تمشي على الحارة الشمال خالص معناها ان انت هتبقى ماشي سريع شوية. اوكي هنا يا ريت تخلي مسافة ما بينك وبين اللي قدامك. وانا طبعا عشان بس ما بقاش منافق يعني، انا ساعات بتكلم في الموضوع ده ولكن ببقى ماشي سريع وما بسيبش مسافة، بس انا بقول لك يعني ان
ان شاء الله ازاي تسوق في الاول يعني، عشان تضمن ان انت تكون ان شاء الله تمام يعني. وعلى فكرة يا جماعة، الصراحة يعني السواقة هنا الحمد لله رب العالمين أأمن بكتير جدا عن السواقة في البلاد العربية يعني، اللي أنا رحتها يعني. أنا مثلا اشتغلت في السعودية سنة ونص، وطبعا مصري، كنت بسوق في مصر، فأنا عارف يعني أنا بقول إيه. وطبعا انتوا عارفين اليوتيوب مش مخلي يعني، فشوف انت بنفسك الناس بتسوق ازاي، بالذات مثلا في السعودية مثلا، او انا شخصيا كنت بسوق في السعودية زي المجنون يعني. طبعا عارف طبعا ان في نظام ساهر وحاجات زي كده، فالحاجات دي كويسة يعني. عارف طبعا ان هي بتضايق الناس وكده، بس صراحة الحاجات دي يا جماعة بتبقى معمولة لمصلحتنا احنا، فالحمد لله نتقبل ويكون عندنا المايند سيت بتاعت الامريكان، ان يعني 55 تلاقي الناس مثلا يعني، لان هم عارفين ان النفس البشريه برضو فيها، يا عمي خليها 60، لو عملوا لك مثلا سبيد ليميت 60 يا عم 65 برضو يعني ما فيش مشاكل، ففي النفس البشرية دي برضو عادي يعني. نتقبل الحاجات دي لما تكون فيها مصلحتنا وفيها يعني حاجة إيجابية، نتقبلها إن شاء الله بصدر رحب يعني. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا قلت لكم فترة من الساعة 8 الصبح للساعة 9، ومن الساعة 4 ونص او 4 ل 5 ونص دي بتبقى فترة فيها يعني زحمة، عشان زي ما انتم شايفين كده كله مروح من يعني البيت من الشغل يعني، ففترة دي اكتر فترة بتبقى فيها زحمة، ولا قدر الله طبعا لو في حادثة سيارة يعني مخبوطة أو كده بيبقى الموضوع يعني أصعب شوية، ولكن إن شاء الله ربنا ما يجيبش حوادث، وربنا يحفظنا من كل شر جميعا. قولوا اللهم آمين، اللهم آمين. نسيت أقول على حاجة، عشان لو شفتوا أي رياكشن على وشي، انا بشرب بوليت بروف كافي. القهوة دي عبارة عن قهوة سادة خالص، وقهوة يعني مش نسكافيه او كده، قهوة سادة معاها معلقة كاكاو، ومعاها نص معلقة او معلقة كاملة زبدة طبيعية، وطبعا بتتعمل في الخلاط وبعد كده بتتشرب. دي كأنها وجبة يعني، طبعا مش كيتو قوي يعني والقصص دي، بس يعني مفيدة يعني، انتوا جربوها وان شاء الله خير. انا طبعا داخل اكزيت 16، فنقلت طبعا، انا كنت ماشي في الشمال زي ما انتم شايفين خالص، ادي اشارة وادخل يمين، لازم تدي هنا اشارة قبل اي حاجة، قبل ما تتحرك تدي اشارة وتدخل يمين. انا داخل يمين، ادي اشارة وادخل يمين. انا ممكن اعدي طبعا من اليمين اللي جاي، بس انتم شايفين الحارة يعني بتكون واسعة وبعدين بتضيق، فانت دايما خليك في الاول طبعا اما تسوق في امريكا هتبقى الحاجات دي بالنسبة لك جديدة قوي، او بمعنى اصح لو جيت من مثلا حتت زي الكويت السعودية ممكن تلاقي الموضوع مقارب، لان انا هقوله يعني بالذات يا جماعة الساينز
نفس النظام، الساينز خضراء، كل الكلام ده معمول في السعودية. أنا حضرت تقريبا منه في الأول يعني. أنا طبعا داخل ممكن في حارتين يمين وحارتين شمال، الحارة اليمين والحارة اليمين، وبعدين حارة شمال وحارة شمال. أنا طبعا داخل يمين بس أنا الشارع اللي جاي اللي هدخل بعده هدخله شمال، فيبقى أنا أدخل في الحارة اللي هي الشمال في الحارة اليمين. طبعا أنا عارف إن الناس هتقول إيه اللي أنت بتقوله ده، بس هتفهمه دلوقتي. يعني أنا داخل دلوقتي أهو، أنا داخل شمال، يبقى هدخل طبعا الطريق وقف، لكن هتعرفوا دلوقتي أنا أقصد إيه. أنا داخل شمال اللي هو بعد الساينز. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخباركم يا جماعة، يا رب تكون كلكم بخير وسعادة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعد. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يتعجب منه أهل السماوات وأهل الأراضين. اللهم اجعلنا سببا في سعادة الناس. اللهم آمين يا رب العالمين. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده واقفين في الإشارة. طبعا في 3 إشارات طالعين طوالي وإشارتين بس داخلين شمال زي اللي انتم شايفينه. مش عارف هل انا هلحقها ولا لأ، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ساعات الواحد وهو مروح البيت بيبقى طبعا مستعجل بقى. اهو قفله. شكرا، thank you so much. الحمد لله. انا اسف يا جماعه ال الحامل بالكاميرا وقعوا، فسامحوني. زي ما انتم شايفين كده الناس بتعدي الطريق على على المكان ده. طبعا الحمد لله الذي عافانا. يعني كل واحد هنا ليه عاداته وتقاليده، فريت يا جماعة ناخد الحلو ونسيب الوحش. هنا طبعا إشارة فتحت الحمد لله. هنا داخل شمال. هنا بقى الشوارع ممكن بتبقى واسعة وبعدين تضيق زي ما انتم شايفين كده في الإشارة اللي هي الحارة البيضة ديت اللي على اليمين دي حارة العجل. وطبعا اللي شاف الفيديو بتاع العواميد الكهرباء الخشب، أنا كنت تقريبا ماشي في نفس الطريق. ممكن تمشي هنا على الأرض اللي هو في الحارة دي، وممكن تمشي برضو على اللي هو السايد واك عادي يعني. طبعا العلامة الصفراء اللي جاية دي معناها إن في منحنى جاي، وبايك لين اهوت إندز، يعني بيعرفك بيقول لك إن حارة العجل هتنتهي هنا، مش هينفع تمشي هنا على الحارة بره، بس ممكن تبقى سايق العجلة فين في اللين. الستوب ساين بتاع التارك اللي هو الاتوبيس الحكومي دي، العلامه الصفراء دي بيقول لك ان في ستوب ساين جايه، والسبيد ليميت 25. هنا الستوب ساين العلامه بتاعت الستوب اول واي، يعني تقف خالص. والعلامه الزرقاء اللي قدامك ديت بيقول لك طوالي في مكتبه لايبراري. اوكي
ستوب ساين برضو اللي هي بتاع الترك اللي هو الاتوبيس الحكومي، سبيد ليميت 30، اهو برضو الستوب ساين دي معناها ان الاتوبيس بيقف هنا، معناها ان انت لو ماشي على رجلك ممكن ان انت تقف هنا والاتوبيس هيجي لك. هنا زي ما انتم شايفين كده بيقول لك الناس بتعدي الطريق اهيد يعني قدامك، هنا برضو الناس بتعدي الطريق وبرضو الاتوبيس بيقف هنا. هنا 25 سبيد ليميت عشان المدرسة اللي انتوا اللي هي قدامكم دي، العلامة الحمراء بتاعتها دي اللي قايدة نور احمر، دي مدرسة اسمها سينيكا، دي هاي سكول يعني مدرسة ثانوية عامة. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة اهو الاتوبيس ده واقف بينزل، بصوا اه الاتوبيس اهو وقف الدنيا كلها. بصوا انا عايز اوريكم بس زي ما تشوف شايفين كده اهو الدنيا كلها واقفه، ما ينفعش نتحرك. شايفين خدوا بالكم العلامه هتقفل دلوقتي اللي هي على جنب الاتوبيس اوتوماتيك، وفي علامه كمان اللي هي العصايه الصفراء اللي قدام الاتوبيس دي بتفتح كده عشان الطفل غصب عنه ممكن يعدي من ناحيه من قدام الاتوبيس فيلاقي العلامه دي تفكره ان هو ما ينفعش يعدي من هنا. طبعا 18 تونز ويت ليميت يعني ما ينفعش العربيات التقيله اكبر من اكتر اللي يعني مثلا اللي وزنها محمله اكتر من 18 طن ما ينفعش تمشي من هنا. وطبعا لو مشيت من هنا مفيش هنا هزار صراحة، يعني البلد دي متقدمة عشان في قانون. وعلى فكرة على الكل يعني عشان بس ايه اه لان احنا عندنا قانون برضو يعني، بس يعني تفهمين يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. نمشي في الحارة بتاعتنا، عايز ادخل يمين ادي اشارة يمين وادخل يمين. هنا دي كنيسة كبيرة، انا داخل يمين هبطأ وادخل يمين. المنطقة السكنية يا جماعة طبعا الشارع اللي أنا كنت ماشي عليه ده شارع يعني كبير بس مش هاي واي، مش طريق سريع. الطريق السريع طبعا أكيد تقدروا تفرقوا ما بينه وما بين العادي، ولكن مجرد ما تدخل منطقة سكنية حاول إن أنت تبطأ شوية. العلامة اللي على الشمال ديت معناها إن البيت ممكن عايز يتباع أو يتأجر. هتلاحظوا يا جماعه اما بشوف حد على اليمين، سواء على فكره كمان لو حد راكب عجله بتروح على الشمال خالص، هو ماشي على اليمين مثلا بتروح انت على الشمال خالص وتعديه، وبعدين ايه الستوب ساين هيت لازم اقف خالص. لو واحد راكب عجله وماشي على اليمين انت بتروح ناحيه الشمال خالص وتعديه وبعد كده ترجع اليمين تاني، هو كده النظام كده يعني عشان السيفتي بتاعته الامان يعني، لا قدر الله ممكن يقع بالعجلة ناحيتك او كده فتلحق نفسك. فانت بتكون ماشي، لو انا ماشي مثلا على اليمين هنا لو في عجلة ماشية هنا او ما انا رايح على ناحية الشمال خالص ومعديه وخلاص وارجع تاني. الرياضة حلوة يا جماعة، الدنيا طبعا تلج بره ولكن الراجل برضه ربنا يبارك في الصحة لابس تقيل وبيجري. الرياضة برضه حلوة، ودي من الحاجات للأسف حسبنا الله ونعم الوكيل إن احنا ما تعودناش عليها،
وفي ناس هتقعد بقى تقول يعني طب ذنبنا ايه ومش ذنبنا ايه والحكومة ومش يا جماعة التعليم هو كل حاجة. انا طبعا بحكم ان انا شغال في مدرسة ومدرسة حكومية كمان، يعني مش هقول مدرسة خاصة بقى واحدث حاجة وكده، لا مدرسة حكومية فيها كل حاجة، بيتعلموا الاطفال كل حاجة، الاحترام والصدق والامانة، ويعلموا نفسهم ويدي درجة لنفسه وحاجات زي كده. طبعا في فلاتات يعني، بس بتبقى دي علامة الصفرة معناها ان في ستوب ساين جاية، والستوب ساين هي جت all way اقف خالص وبعدين اكمل. العلامة الصفرة ديت معناها ان اللي جاي من هنا يشوفها، يبقى في يمين وفي شمال، داخل يمين السبيد ليميت 25، وبعدين وانت بقى ماشي كده تحاول ان انت تمشي على 30، وبعد كده تبطئ شوية وتاخد بق ايه كافي. زي ما انتم شايفين برضو العلامات بتاعت الشوارع، الشارع كده يتحط عليه علامة الشارع، اسم الشارع ده كده، الشارع الطوالي يبقى stop all way. هو جه طبعا قبلية فبيدخل قبلية، لو انا جيت قبليه انا بعدي الاول. هنا طبعا وقت الكريسماس، وهتلاقي ناس كتيرة جدا بقى بدأت ايه تحط الفرش، زي ما انتم شايفين كده الست دي بيحطوا اللي هي الأنوار. في هنا سبيد هامب يعني مطب صناعي جاي وتمشي على 15 عشان المنطقة طبعا سكنية، طبعا المطب الصناعي اهوت. وهي دي طريقة السواقة، طبعا هضيف عليها إن شاء الله شوية حاجات. و if you think I helped you please like, share, comment and most of all subscribe. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. No outlet، العلامة الصفرة ديت يعني معناها الطريق ده مقفول. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.